بعد نحو عامين على تحرير عدن من ميليشيا الانقلاب، لا تزال التساؤلات حول اكتمال استقرارها الأمني وجاهزيتها السياسية كعاصمة مؤقتة سارية المفعول. كان الإعلان الأول لحكومة الشرعية بعد تحرير عدن العمل على تطبيع الحياة في المدينة وتأهيل البنية التحتية وإعادة تشغيل مطار عدن الدولي. وسرعان ما أضحت عدن أمل اليمنيين في استعادة الدولة، خصوصا مع صدور القرارات الرئاسية القاضية بنقل البنك المركزي، بالإضافة إلى التغييرات التي أحدثت في هيكلة الحكومة. لكن التحديات الأمنية والسياسية ضربت آمال اليمنيين، حيث عرقلت عملية تثبيت مؤسسات الدولة فيها، وأدت لتأخر إنجاز مهمتها الكبرى المتمثلة باستكمال تحرير بقية المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب. وبدت المشكلة في عدن عويصة على الحل، فالتحالف الذي نجح في تحرير المدينة في 17 من يوليو الموافق 27 من رمضان لم ينجح في الإسهام في تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي فيها، بل أضحت بعض القوات الأمنية التي أسستها دولة الإمارات حاجزاً أمام قدرة الشرعية على إدارة عدن كعاصمة سياسية تمثل اليمن الاتحادي. حالياً تعيش عدن صراعاً يهدد سيادتها السياسية، حيث تحاول حكومة الشرعية فرض سيطرتها القانونية في ظل وجود أمني لسلطة جنوبية موازية مدعومة من الحزام الأمني التابع للتحالف. الذكرى الثانية على تحرير محافظة عدن تمر واليمن ما زال رهينة لعبة الحرب والسلام، فيما عدن ذاتها لم تحسم بعد أمر كونها عاصمة لليمنيين جميعا. فعدن ليست كما أريد لها أن تكون عدن. Thank you.